روح للأناقة وميمي. هذه السنة 2018 كيف تقيمينها؟ كيف شفتيها؟ قطعنا شوط كبير برضو من أول ما بلشنا وانتقلنا للستوديوهات هوني حتى نجرب ننسق مع أنتو كل واحد منكم شخصيته وكيف بحب يظهر للآخرين والإضاءة والستوديو، لأنه كل هالتفاصيل بخدها بعين الاعتبار. فبعتبر أنه وصلت أنا معك مثلاً هاني بدختار لك الأقمشة لحالي بلا ما أرجع لك، هالقد صار في ثقة بيناتنا. وبعتبر كمان عند سارة دايما كل الميكس اند ماتش اللي بنعمله او الشوبينج، وكثير عزيز على قلبي لما بتقلي انت قولي لي شو بدك، اذا بقول لها مثلا اختاري بتقلي خلص انت نقي انت اختاري، فلإلي كثير ريوردينج هالشيء. دائما صعب انه اختار كل يوم لوك جديد، فانا دائما عندي ثقه كامله بميمي، هي اللي دائما تساعدني انه تطلع يعني تختار لي شيء يليق لجسمي. يمكن احنا دائما نغلط انه نختار فستان ولما نلبسه يطلع لنا يعني اشياء ما نبغاها تبان، لكن ميمي فعلا تختار لك شيء حلو، فاحنا نشكرك. وغير كذا اضمن لكم انه هنا حفتنا كلنا. ميمي انت والمناسب لشخصيتكم، يعني بجرب قد ما اكون هلا دائما انا بكون قاسي عليكم لانه بعرف انه هالشيء رح يظهركم بشكل افضل، بس كل واحد منا عنده كومفورت زون. مشان هيك اوقات انت تطلع انك قاسيه، بس انت فعليا ميمي كفشينك، احنا قلبها قلبها دائما علينا، دائما تبغى لنا الافضل، وقلبها دائما كمان على ولد اختك اللي دائما نشوفه في السوشيال ميديا انزو. فاحنا نعرف دائما قد ايش علاقتك بيه ودائما تتكلم عنه، فحبينا نحط هذه الصوره. هذه اختك؟ هيدي اختي. نوجه لها أكبر تحية، وكمان في صورة لولد أختها. هيدي أنا ورولا وصاحبتي هانيا كأنها أختي، صحيح؟ وبعد في إنزو كمان أختي. رولا طالعة الستار اليوم. هيدا إنزو. إنزو حبيب قلبي. دائما يمكن ميمي تبان قاسية لكن فعلا قلبها حنون علينا، وهي أمنا دائما هنا زي ما نقول، تهتم فينا دائما تطلعنا بأحسن مظهر. أكيد. ميمي نبغى الرقم الخمسة، خمسة نصائح لـ 2019. أوكي، إذا بدنا نبلش بأول نصيحة هي نعتبرها كمان مش بس لـ 2019، بكل حياتنا، لأنه صورتنا بالآخر هي أول شيء من الناس بتلقطه وبتبقى بذهن الناس. فدائما لازم نعرف نفسنا مظبوط لما نحن وبدنا نقرر أي صورة بدنا نبرز للآخرين، باختيارنا للملابس، لكل الأكسسوارات حتى يلي بنلبسها. فهيدي أول نصيحة، أنه نعرف حالنا مظبوط ونتأكد نحن أي صورة حابين نبرز للآخرين، لأنه هيدا الانطباع يلي حيبقى بذهن الآخرين. إذا بننتقل لتاني نصيحة، كمان نقدر نفرق بين الأسلوب يلي هو الستايل والموضة الفاشن. بالآخر الأسلوب هو شو منعمل بالموضة. يعني في فرق كبير، لأنه مش بس منشوف كل شيء رائج ومنلبسه، الأسلوب هو ناخد elements من هالموضة ونقدر نركبها على حالنا لأنه بتتناسب وبتتماشى معنا. وهي هذه الأناقة، هيدي الأناقة exactly، هيدا الرقي والأناقة. صح صح. نروح للثالث. الثالث انه دائما نبحث عن توازن بالملابس يلي بنلبسها على جسمنا. ما نروح بالاوفر والفضفاض ولا نروح بالضيق ضيق، دائما يكون في عنا تناسق وتوازن باطلالتنا، لانه كمان هيدا بيبرز كثير بركي كمان التوازن الداخلي اللي عنا اياه. ورابع تيب، ما نكون مهووسين بصيحات الموضة. بعرف انه هيدا الامر منه هين مع كل السوشيال ميديا، ومنشوف بنصير نقول بدي هي بدي هي بدي هي بدي هي. دائما نختار من الموضة ما يناسب شخصيتنا، ما يناسب شكل جسمنا، وما يناسب وما يلائم الانفايرمنت تبعنا محيطنا. يعني ما فينا نروح نشطح بالموضة ويكون منه مطابق لنحن شو وشو عائلتنا ومن وين جايين وبيئتنا. نعم. طيب ميمي في آخر الأخيرة هذه آخر نصيحة، آخر نصيحة وكتير حلوة، أنه نوثق بنفسنا أهم شيء، لأنه كل الملابس اللي حنحطها علينا إذا ما كان عندنا ثقة بنفسنا إن شاء الله نكون لابسين أحلى ثياب، ما حيبينوا ما حيظهروا إذا ما كان عندنا ثقة بنفسنا. طيب ميمي، إحنا شفنا قبل شوي صور طبعا، وفي اقتباسات
كلام حلو تكتبينه انت. نعم. سر هذه الاقتباسات؟ من القراءات يعني. كل ما بكون عم بقرا كتاب او بمجله بصحيفه يوميه بيكون في حدا ذكر شيء جمله لفتت لي نظري او كان عنده ايقاع بنفسي انا فبسيف عندي. حلو. وكيف بيكون المود وشو لابسه برضه كمان بياخذوا. نعم. بعين الاعتبار بجرب نسق بين انا شو اليوم حابه اعبر وملابسي شو معقوله كمان تكون مناسبه مع هو تعبيرك العديد. باليوم واللبس اللي انت حاسه فيه. طب في مقوله تقدري تقول لنا غيرت عليك 2018؟ ايه ليكي هي بالاخر رح اقري لك اياها للمقوله لانه انا مثل كلنا معودين ده اللي بقول لكم الكومفورت زون شيء كثير مهم بحياتنا كلنا. انما هالسنه بالذات خلتني بعد ثورة بعد كل هالسنين انه انتبه انه ما في شيء بيكون ثابت بحياتنا ولازم نتعلم ونحن نقدر نتماشى مع كل التغيرات. وهي بتقول ما من امر مطلق كل شيء يتغير يتحرك ويتبدد كل امر يتطاير يرحل ويختفي. والله نحن لازم نعرف نتماشى مع كل هالمواضيع. شكرا لكم ميمي. شكرا.